ضربة موجعة قد تتلقاها رولكس من LVMH، حيث تجري المجموعة الفرنسية الفاخرة LVMH محادثات لتولي دور الراعي الرسمي لضبط الوقت في سباقات السيارات الرياضية الفورمولا 1، وهي واحدة من أهم الاتفاقيات الأكثر شهرة وتكلفة في عالم الرياضة. وتشمل LVMH عدداً من أهم علامات الساعات الفاخرة مثل زينث، هوبلوت، وتوغ هوير. أما الاختيار فوقع على توغ هوير. الفكرة أن رولكس تعمل راعياً رسمياً لضبط الوقت في الفورمولا 1 منذ عام 2013، وأصبحت إعلاناتها المميزة باللونين الأخضر والذهبي شائعة في حلبات الفورمولا 1. بالمقابل توغ هوير تمتلك تاريخاً طويلاً مع الفورمولا، ففي الثمانينيات قدمت شركة هوير ساعة فورمولا 1 ذات غلاف بلاستيكي زاهية الألوان تعمل بطاقة كوارتز، وبيعت منها ملايين الوحدات. أما هذا العام فقدمت العلامة التجارية نسخة محدودة الإصدار من ساعة الفورمولا 1 بالتعاون مع علامة الملابس الرياضية كيث.